صباح الخير. صباح الخير يا عاش. لاباس؟ الحمد لله. ايش عامل في القراية في التوجيه؟ الحمد لله لاباس، كيكة طويكة وساعة أخرى ربي يعلم. شنو مبرمج انك مستقبلك؟ كل شيء خاطر كل شيء بيد ربي، ولكن الإنسان ديما لازم يبرمج. ما زلت نقرا طويكة، وكان ما نجم كملتش القراية كنت نعمل فورماسيون ونعمل صنعة ونخرج بها لبرا كان وصلت ولا كذا كذا. كان هذه فيها شوية تردد، لازمك تكون قاصد ديريكت مخمم، ما تقول كان وكان صعبة شوية، لازمك تبرمج. أكيد ظروف. ظروف الفلوس تحكم فيك زادة. كان جاي عندي فلوس أكيد أنا مشي نعمل فورماسيون ونطلع بها لبرا، ولا تبدأ عندك شكون لبرا. أما هذيك تحكم فيك الفلوس، كل شيء يحكم فيك الفلوس. علاش اليوم الشباب، خلينا من الفلوس، علاش الشباب الكل في عمرك وأكبر وحتى أصغر منك في مخهم حاجة بركة الهجرة؟ خاطر في تونس ما نجمش تعيش، في تونس في حد شايف تزيد فرغوها سريق تونس، جا قايس زعايد تلقاها فارغة. في طموحك انك تعمل فورماسيون، المفروض لازم تخمم في شنو هو الفورماسيون باش نجم تواصل، باش نجم تلقى عقد وتنجم تخرج. عندي فورماسيون في مخي و يعني تحب تعمل حجامه؟ شنو تعمل؟ لا نحب نعمل طبخ انا. طبخ؟ برشا اولاد متجهين للطبخ. اي حاجه باهيه، ساعات نبدا في الدار وحدي نبدا نطيب ونعمل ونعطي لهم الذوق عادي. شنو طيب مثلا؟ نطيب كل شيء. وفي العادة الأولاد يمشوا للفورماسيونات أخرى، حاجات أخرى. كل واحد كيفاه قدرته، كيفاه تنجم تكون، فما اللي يحب يكمل قرايته ويكمل الباك ويمشي حاجة قوية، فما يحب كلهم يحبوا طويكة حاكم، أعطيهم النيفو بتاع باك. آمن هاي. فما اللي يحب يمشي ب حاب تمشي صنعاء وتخرج لبرا. ايه نمشي بالهوايه نتاعي. اليوم قاعد تعمل في سبور؟ ايه نترين حديد طويك. قلت لي نترين حديد خاطر كنت حاب نترين فوت، لكن بلجهتنا ما توصلش، ما عنديش امكانيات اني مش توصل. يرينو كل البوه عنده فلوس هذاك يدخروه، واللي بوه ما عندوش فلوس يتكوه على جنب. جنيح هو جمعيتكم انتم في الرجال؟ والله يا كيكا برا كان طايحه برشا طويكه بيا طلعت شوي. ترجع؟ اي بدات ترجع الحمد لله. قداش عندك تترينا في الحديد؟ طبعا ما عنديش برشا، عندي شهر ونص طويكه متخلصه، من كنت ترينا كوره وبعد لقيتها ما توصلش. اخي علاش خطرت الحديد؟ خاطر ضعيف شوي لازم نترينا حديد. لازم نترينا. فما برشا رياضات فرديه وفما برشا ابطال خرجوا من الحوم الشعبيه، خاصه عندنا الملاكمين خرجوا اغلبهم من الحوم الشعبيه، علاش ما توجهتش الملاكمه؟ ماهيش جوي برشا. اي ماهيش جوي. ترينت قبل تكواندو كنت صغير وبعد بطلت، ما عنديش وقت. كان عندي وقت انا تو ترينت على خاطر صيف جد والقرايه، شوف كان لقيت وقت ترينا، كان ما لقيتش وقت زاد نجم نكون بطل زاد. اليوم ليتود الأساتذة يجبروكم تقراو ليتيود؟ فما أساتذة حسب ما قريت السنة مش يجبروكم، يعني تحب تقرا تحب تقرا تحب ليه. فما أساتذة يقولوا لك تقرا هكا تقرا نزيدوك هكا. فما تقال في المدرسة زادة تصير هذيك، تقرا عندي تنجح وما تقراش من عندي ما تنجحش. الابتدائي؟ في الابتدائي. أما السنة ما ريتش أنا في الليسي ما ريتش. المويان شنو؟ باهي. مش خايب؟ مش خايب. مش بالإسعاف؟ ليه 10 معادل. 10 معادل. 10 على العرض. على العرض. على شي أكثر المواد المتميز فيها؟ والله نكذب عليك شوي كيك. حفيظة ذوك المواد الحفيظة. هكا كل حاجة نطش منها شوي. اللي لونج باهي فيهم؟ لا فرنسي كعبالي. لازمك تدارك. مش فرنسي كار، إنجليزية بدرجة أولى لأنه اللغة الأولى في العالم. الفرنسية احنا توانسة نركزوا معاها وننتقدوا اللي ما يتكلمش، ولكن الإنجليزية لازمك تتقنها. كل شيء أنا مشكلتي أن نجم، مشكلتي كان لقيت شكون يساندني ويعني ويقف معايا يعني، وهي نقرأ وهي نقرأ عادي. أنا نلقى شكون يقرأ معايا في الدار يعني ونديدي في العم نفسه عن العمر متاعي نقرأ أنا وياه عادي. يا راي اليوم الإنترنت تشجعكم أنكم تحفظوا لغات؟ نجم تكون تجم ليها. برشا صغار كيف كنتي واصغر منك انت اتقنوا الانجليزيه من صور متحركه ومن الوثائقيات.
حتى طيب كان نقرب التليفون احنا حتى في ساعات يجبرونا نجبدوا التليفون في الليسي يقولوا لنا باش تلوجوا على اسال لوجوا على الحاجه هذيك ولا الحاجه هذيك يجبروك ساعات. شنو تحبوا يتغير اليوم في البيداغوجيا في الكتب في القراءه اللي قاعدين تقراوا فيها؟ يو ساعات طويكه كي ساعات اول عام طويكه طيب باش تدخل تلقى الكتاب هذاك نتاع الانجلي مش موجود، الكتاب هذاك موجود، الساعة عاملين ولا بكتاب الانجلي مش موجود جمله، ما الأول عام لاخر عام لقيت كتاب الانجلي. لكن انت ما لوجتش معايا؟ لا في بلاصتنا ما لقيناش، نمشي له يقول لك ما فماش. دابا ربي البروف نتاعنا مش قاري فينا بالوراق دابا ربي مش. يعني انتم في حومتكم عاملين الكتاب الانجليزي ما فماش؟ فماش. المفروض يكون متوافق، تاع عاملين وقالوا لك لا. تعاون روحك باليوتيوب؟ والله اي قريت يوتيوب سنة وعاوني مليح، قريت يوتيوب سنة وعاوني مليح. ديما انت وشلة متاعك مع اصحابك تقراوا مع بعضكم عندكم نفس جروب فهم؟ عندي جروب معين نقرا معاهم، عندي جروب معين نقرا معاهم. اليوم امك والوالدين ديما بصفة عامة اكيد راهم يخافوا من صحبة السوء. صحابي كعبتين وكعبه مش هكا او كطفل وزوج بنات ومش هكا الكل مش هكا حتى بلاصتها مش نتاع الاجرام هكا نتاع ما تخوفش بلاصتنا نظيفه. هي مش البلاصه بقدر ما تكون الخلطه هي اللي الخلطه ليه ما عنديش معاهم الخلطه يعني نعرف شكون اختار نصوحب حتى نجم نصوحب عبد كبير ومخه يعني ما يوصلش وكا الحكايه وعادي جو باهي يعني نعرف كيف نتعامل معاه ونخرج معاه. هل صحيح انه حسب ما تشوفه هل صحيح ان المخدرات موجوده في المعاهد؟ موجوده المخدرات حتى الدخان يشوفوا فيه يتكيفوا فيه وعادي ما يكلموهمش في التواليت يتكيفوا. يعني قلت لك انت قناعه ما بعيد جمله انا ما خممش فيها حتى كان باش نوصل نبقى مع عبيد تتكيف في المخدرات و ما نوصلش انه خاطر نشوف في بابا في الدخان كيف الدخان كيف حالته بعد عليه الدخان جمله نحن انا اخويا ما نتكيفوا حتى كان باش نكبروا يعني باش نخموش فيها جمله.